تغذية الأبقار مهمة برشا وتنعكس على صحة البقرة وإنتاجية وجودة الحليب متاعها، ونلقاو فيها احتياجات الصيانة اللي تضمن المحافظة على صحة البقرة، يعني العليقة الحافظة. احتياجات استمرارية إنتاج الحليب، يعني العليقة الإنتاجية. احتياجات الحمل. من المهم جداً معرفة القيمة الغذائية للأعلاف الرئيسية اللي نقدموها للبقرات متاعنا. العليقة الأساسية يلزمها تكون كافية ومتوازنة ومتنوعة من حيث القيمة الغذائية، وتغطي على الأقل 60% من احتياجات البقرة. تركيبة متوازنة للعليقة الأساسية عندها تأثير إيجابي على الخصوبة وتحسين جودة الحليب، وتضمن بالتالي التحكم في تكاليف الإنتاج. بالنسبة للبقرة عندها 4 مراحل نتاع التغذية. قبل ما تولد ب15 يوم نعطيها علفتها وقرتها وحشيش، ما نفوتش 6 كيلو علفة في النهار كونسنتري تحليب. قبل ما تولد البقرة فما حاجات لازمنا نعملوها، اللي هما أول حاجة لازم البقرة نبدو نزيدوها بشوي بشوية في العلفة، ومن بعد كيف كيف نبدو نزيدوها في القرت بكمية صغيرة، وكيف كيف نبدو نزيدوها في العلف الأخضر. هذه لازم يكون الحشيش الأخضر بعد ما نحشوه نبيتوه ونقدموه أمد غدوة للبقرة. بالنسبة للمرحلة الثانية ولدة البقرة نبدأ نزيد فيها في العلفة بشوي بشوي، ما نفوتش 3 كيلو في الوجبة، نعطيها حشيش وقرط ذو جودة عالية. المرحلة هذه مش تدوم شهر ونص، يلزمني نتبع بقرتي بشوي بشوي لتوصل تعطي الكمية القصوى متاع الحليب متاعها. كي تولد البقرة لازمني نحاول نزيد كل يوم في العلفة بمقدار 200 جرام في اليوم، ما نفوتوش 9 كيلو في اليوم، والتسعة كيلو هذوما لازمتهم يتقسموا على 3 أوقات، علف نمرو 7. المرحلة الثالثة متاع البقرة مش تدوم 5-6 شهور، يزمك تعطيها العلف متاعها كاملة. وصلنا مرحلة تغريز البقرة 10 وصلت 7 شهور، خرجها وحدها، العلفة نبدأ نقسلها بشوي بشوي. كي نجي مش ندخلها بعضها في الحليب، موالفة هي تتحلب الوقت هذاك، نبدلها وقتها بأوقات الحليب متاعها. للي تنظاف من الحليب مرة واحدة، نشحت من الحليب مرة واحدة نرجع لها ماكلتها. بالنسبة للفلاح لازم يخمم برشا في كمية متاع المادة الجافة اللي باش نعطوها للبقرة، اللي هي لازم ما بين كل يوم ما بين 12 و15 كيلو مادة جافة في اليوم. لازم يكون الماء 24 ساعة على 24 ساعة والبقرة تشرب وقت ما تحب. خاطر بالنسبة للحليب باش نعطوا معلومة، إنه إترة متاع حليب لازمتها 5 إترات ماء باش تتكون في ذراع متاع البقرة.